السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم نائم جبر المرابطة. الناس خايفة تيجي على الأقصى. إيش بتقولي لهن؟ قول لهن ما تخافوش. واللي حط بروح ما بيجيبها غير اللي حطنا. وتعالوا على الأقصى. واللي بيحب الله الله بيحبه بيجي على الأقصى وبيمن الأقصى وبيصلي بالأقصى. لأنه الأقصى مصر النبي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دشر كل دول العالم وجوامع العالم وأجا صلى بالأقصى مصرانا هذا. مصر النبي محمد ملوا الجوامع. سايق عليكم الله وجه الله يا أمة محمد أجمعين تيجوا تصلوا بالأقصى. لأنه الأقصى إحنا مش بحاجة إله. إحنا مش هو مش بحاجة إلنا. إحنا اللي بحاجة إله. نيجي نصلي فيه ونتعبد ونستدعي والله بيجيب الدعاء بالأقصى. وإن شاء الله يا ربي الله بيجمعنا كلياتنا بالأقصى وبالصوم وبالصلاة. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك يا جماعة.